لكن لما يصير هذا المدير ليس مالكا للشركة مؤتمنا عليها، أو أن هذا المدير ما يعطيه شيئا من الشركة لكن يعطيه من دعم العمالة، هذا غش لا يجوز. فالقصد إذا كان من دعم العمالة يرجع للدولة، وإذا كانت أيضا جهة حكومية يرجع للدولة كل المعاشات اللي أخذها خلال 8 سنوات، وإذا كان لا شركة خاصة ولا يأخذ دعم عمالة يرجع الفلوس للشركة، إلا إذا كان المدير هو صاحب الشركة هذا موضوع ثاني. بس أستبعد واحد عنده شركة تسويها، ها من فيكم يسويها؟ فعليه أولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. الشيء الثاني أن يعيد هذه الأموال التي أخذها خلال 8 سنوات. الأمر الثالث بالنسبة للشهادة، الشهادة صحيحة ما عليها شيء، بس المال اللي أخذه كما قلنا هو الذي لا يستحقه ولا يجوز له أن يأخذه.